إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من داخل مركب محمد الخامس. كيف كتشوفوا معايا الأجواء هنا، دخول الجماهير، الولوج إلى الملعب، كنشوفوا حضور جميع الفئات العمرية، كنشوف أيضا سوء الصورة، هناك سوء ديال التنظيم والأبواب مفتوحة يعني الكل داخل الملعب، يعني ما كاينش هناك أي تنظيم من كيف كتشوفوا معايا في الصورة، يعني الأبواب مفتوحة في وجه جل الجماهير. كيف كتشوفوا معايا الأوراق في الأيدي ديالهم، يعني ما كاينش هناك أي مراقبة من طرف كيف كتشوفوا معايا في الصورة الجماهير على الوجه ديال السرور والفرح. كيف كتشوفوا في هذه الأثناء الجماهير ولج إلى الملعب، بقى حوالي 30 دقيقة على أذان المغرب والجماهير حاضرة بقوة. فيما بعد الجماهير كتأدي صلاة العصر كيف كتشوفوا في الصورة، يعني الجماهير حاضرة ولكن ما كتنساش اللي عليها، تقبل الله منهم. ورغم الصيام والأجواء الرمادينية إلا أن الجماهير لنا مشاهدي الكرام كما كتشوفوا معنا في الصورة حضور قوي ديال الجماهير في هذه الأثناء، الكل كيدخل في اليد ديالو التذكرة ديالو. كيف كتشوفوا معايا الأبواب مفتوحة، كروك وي زريوي فين هاشم هاني مزيان، الله يسخر الله يسخر كيدير اخويا هاني مزيان وهذاك، والله ما عرفتك والله ما عرفتك حسب بالله إذن حضور قياسي للجماهير. كنذكر دائما مباراة القمة من عصبة الأبطال الإفريقية، نادي الرجاء البيضاوي يواجه فريق الأهلي المصري على الساعة 10 مساء، يعني حضور قوي للجماهير لعناويات وعازمه باش تفطر في المدرجات، والاهم في هذا الشيء انهم كيتسناو من فريق الرجاء يفوز في هذه المقابله. كيف كتشوفوا معايا التنظيم الان، كيف كتشوفوا معايا حضور جميع الفئات العمريه في هذه الاثناء، مازال هناك الجماهير خارج الملعب كتسنى الولوج ديالها. تذكرة المقابلة وكذلك في الدول الفطور ديالو اللي غيفطروه اليوم، كنعرفوا ان